السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على الهجرة من الكاد إلى البيم، وليس عن الهجرة من الأوتوكاد إلى الريفت. إيه الفرق؟ طيب لو احنا بنتكلم على الهجرة من الأوتوكاد للريفت، فاحنا بنتكلم على مجرد إن أنت بتغير برامج، بس احنا بنتكلم على حاجة أكبر من كده، إن أنت بتغير أسلوب عمل وتغير طريقة تفكير وبتغير النظام اللي أنت بتشتغل عليه. لما نتكلم على الاوتوكاد ده برنامج من ضمن برامج النظام الكاد، لما نتكلم على ريفت ده برنامج من ضمن انظمة البيم. طيب الكاد هي كمبيوتر ايد ديزاين او درافتس مان، يعني الكمبيوتر بيساعدك، بيديك ادوات مساعدة. انما لما بتروح للبيم هو بيساعد في التصميم ومساعد في كذا، بس هو حاجة متخصصة في المباني، حاجة معتمدة على الانفورميشن، حاجة معتمدة على النمذجة، حاجة بتساعد في ادارة المشاريع، فبيبقى انها رهيبة جدا. تستاهل او تستاهل، يعني هل المكتب يستاهل ان هو مثلا هيقلل الانتاجية بتاعته على اساس ان هو يدرب الفريق بتاعه ويبدأوا يشتغلوا؟ هيستفاد كتير جدا. العالم كله بيتجه ان هو كل المشاريع تكون موجودة بالبيم. في دول كتير جدا قالت لك مش هنقبل اي شغل يجيلنا غير بالبيم. طب ليه خد القرار دوت؟ هل نتيجة ان حد دفع لهم رشوة؟ عمر سليم قال لهم معلش احنا عايزين نمشي البيم شويه فطلع قرار زي كده؟ لا، هم لقوا ان البيم بيديهم شويه مزايا كتير جدا هم محتاجينها كدول. محتاجين ايه؟ محتاجين ان هم ما يهدروش الموارد. ما ينفعش يكون المشروع مثلا هيتعمل بمليون ويتاخر في التاريخ التسليم بتاعه ويكلف اكتر والجوده بتاعته اقل، بينما انا عندي نظام معين هيكلفنا اقل وهيخليني اطلع جوده اعلى وفي وقت اقل. طب ليه ما استخدمش الاسلوب دوت؟ ليه الجا للنظام؟ احنا جربناه سنين كتيره، يقول لك ايه من عرف قديمه تاه، تمام؟ بس قديمه ده بيتوهك كل مره، يعني القديم نفسه بيتوهك، فجرب الجديد، تمام؟ لما بنشتغل اوتوكاد بتلاقي كل لوحه اوتوكاد لوحدها، يعني مفيش علاقه بين الدور الاول والدور الثاني، الاوتوكاد مش قادر يفهم ايه العلاقه بين ده وده، تمام؟ فالعلاقه موجوده فين؟ فعلك انت بتتخيل ان اللوحه دي قبل دي، بس لو احنا جبنا اللوح كلها وكان في غلط في الاسامي مثلا، يعني الميزانين ده قدر الميزانين ده بتاع الجراوند ولا بتاع الفيرست؟ في فيرست ميزانين، في سكند ميزانين، ما تعرفش طبعا انا دور. انت بتتخيل انت اللي بتحاول تربط، انت اللي بتحاول تعمل سكاشن مثلا وتشوف، لو طلب منك ان انت تاخد سكشن مثلا في اي مكان وتشوف المواسير وتشوف وشوف شوف، ممكن تطلعها تاخد منك كذا يوم عشان تعملها، هنا بتطلع معاك في ثواني. يعني لو جينا هنا خلينا ناخد حاجات عملية كده مثلا، اهو اي لوحة مثلا هتدوس عليها وتقول له انا عايز ارسم سكشن، السكشن ده مش موجود، السكشن ده هننتجه الثواني، بتقول له ايه جو تو فيو، خلاص هو بيوريك السكشن بتاع المبنى ككل وتقدر تغير في الشكل بتاعه في درجة التفاصيل، لو في شغل كهروميكانيكا اللي يظهر معاك، لو انت مثلا عايز حاب تغير حاجة في السلم تعمل سيلكت وتعدل الخصائص بتاعته، يتعدل في المشروع ككل. الشباك ده مثلا لو انت عايز تلغيه مش هيتلغي بس في الفيو دوت او في المنظر ده، لا، هنا معتمد ان كله موديلنج. الفيوات دي عباره عن ان انت بتاخد لقطه او بتاخد شريحه انما موجود في المشروع، لو لغيت دول خلاص بتلغوا في السكادول، بتلغوا في الثري دي، بيتلغوا في كل مكان. لو انت عايز تاخد اي حاجه سكشن 3 دي مثلا، سهل جدا ان انت تقول له انا عايز سكشن 3 دي وتقدر تتحكم فيه. طيب خلينا ندوس على العلامه دي، تبدا تظهر لك ديت، تقول له مثلا ايه انا عايزها ان هايد اليمنت بحيث انها تبقى شغاله معاك وتقدر تاخد سكشن مثلا. عشان تاخد سكشن 3 دي في الاسابيع العاديه هياخد منك وقت كتير، هنا الموضوع اسهل بكتير. المعلومات الخاصه بالماتيريال، لو انا حطيت المعلومات في قلب الدور هو مش بياخد المعلومات كده، يعني لو انا كتبت كلمه كافيتيريا هنا مش تكست، لا هو بيقرا المعلومات من هنا، رقم الغرفة بيقرا من هنا. لو انت عملت سيلكت مثلا هنا على الغرفة ديت مثلا وقلت له انا عايزها تجيبها لي بالاريا، جاب لك الاريا على طول، ما عدناش نحسب، انا مش وقفت الفيديو وقعدت احسب. لو انت قلت له لا انا عايز مثلا وول، اهو هتبدا تقطع مثلا من هنا لهنا، تمام؟ فخلاص هتلاقي الرقم ده اتغير. لو انت مسكت الوول دي مثلا، دي كرتن وول، وحركتها هتلاقي الرقم بيتغير معاك، فانت بتضمن ان انت تبعت معلومات سليمة. لو انت تلاحظ هنا ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3، لما عدل حاجه هنا تعدل في الادوار كلها، تمام؟ لو هي بتظهر في بيت الادوار هتتعدل معايا، فده بيوفر له وقت كتير قوي. يعني لو انا مثلا الحته دي مكمله معايا كل الادوار وعدلت فيها هيتعدل معايا في كله. لو انا ترسم حاجه غلط هيقول لي لا خلي بالك دي ما ينفعش ترسم. يعني ما ينفعش ترسم؟
يعني مش هينفع تنفذ في الموقع. فهنا في ذكاء، لو انا جيت مثلا قلت ايه انا عايز احط الدور ده مثلا هنا في الهواء، ما يرضاش يحط. انا تقريبا ما شفتش باب بغير حيطه، غير في فيلم كان اسمه ربيع شتاء خريف صيف حاجات زي كده. فيلم اصلا اسمه يدل ان هم قعدنا عشان نفهمه يعني، تمام. فتيجي تحطه يقول لك لا لازم تحط في الحيطه، تمام، بالشكل دوت. لو انا جيت هنا وعدلت كده يتعدل في البلان، وتعدل في السكشن، وتعدل في الثري دي، وتعدل في كل مكان. طب ليه انا اسيب تكنولوجيا موجوده بالقوه ديت ويعني واروح حاجه تانية؟ قبل ما تكون التكنولوجيا دي موجوده، تمام، هي موجوده من زمان بس قبل ما نتعرف عليها، ليه اصحابي كانوا انا واصحابي كنا بنبرمج، كان اقصى طموحنا ان احنا في الاوتوكاد نحط حاجه ايه تبدا تتعرف على حاجه، تقدر نحط خطوط ونقول ان احنا نتخيل ان الخطوط دي مواسير ونحطها في لاير معينه وتظهر 3 دي، او يقول لي مثلا كلاش معين بين اللاير دي واللاير دي. يعني كان بيطلع عنا بشكل بشع جدا، بقت موجوده من غير برمجه ومن غير تعب، وكان تقريبا 50,000 سطر ويعني قصص طويله جدا عشان تعمل حاجه موجوده من غير ما تبذل جهد. فليه انا ما اتجهش لحاجه زي كده؟ طيب هل سهل ان انا ادرب الفريق؟ اه سهل الحمد لله، بقى اصبحت الامور ميسره. يعني انا اول ما بدات ما كانش فيه اليوتيوب نفسه، ما كانش لسه اخترعوه. فدلوقتي اللي عندك قناه بمقربي وعندك قناه تانية بتشرح الحاجه بالتفصيل، معماري ومشاوي وكهروميكانيكال، وان شاء الله نحاول ننزل اكتر من مشروع. في مشروع كنا منزلينه في الام اي بي، هننزل برضه مشروع كامل في المعماري ومشروع كامل في الاستراكشر، بحيث اللي عايز يدخل في المجال ده يدخل. الشركه ممكن تبدا تتبنى البيم على اساس يبقى عندها فرص، بدل ما يجي مثلا مشروع بيم يقول لا احنا مش هنركب، بس يقول لك خلاص مش هينفع تدخل في المشروع. فالشركات لازم يبقى عندها الامكانيه الاثنين، لو طلب منها بيم او كاد تقدر تعمل ده وتقدر تعمل ده. وصدقني بعد فتره يقول لك ايه، انا لو جالي مشروع كاد انا هطلعه هعمله بالبيم واطلعه كاد، لان هيلاقي ده اوفر له. انا كنت بعمل كده اول ما بدات اتعلم، كان بيجي لي مشاريع مثلا مطلوبه مني فريلانسر او يعني سبوبه من الاخر، فكنت يعني اقول له في حاجه اسمها بيم، يقول لا مش دعوه انا عايز كاد، خلاص بروح مديله اللوح اللي هو عايزها كاد، بس انا بعمله بيم واتعمد ان انا اضيف له حاجه هديه كده، حاجات 3 دي. يعني هو مثلا عايز مني مثلا حمامات سباحه مثلا، اروح اعملها له 3 دي وابعتها له. الله جميله، لا لو انت عايز حاجه زي كده المره الجايه ايه بفلوس، ده بتاخد وقت وبتاع. فهي بتوفر معايا كتير الصراحه، بتوفر معايا في الجهد وفي الوقت، وبتطلع معايا شغل كويس جدا. وان شاء الله يبقى في سلسله كده ندردش فيها مع بعض على الهجره من الكاد لل